السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم كلكم تكونوا على خير. عيدكم مبارك سعيد وعلى الجميع ان شاء الله. بغيت نقول لكم تبارك الله عليكم على الاطباق اللي درتو والحلويات اللي درتو في هذه المناسبه ديال العيد، فتبارك الله عليكم كاملين. جبت لكم حتى انا هذه الحلوه هذه، ها كما تتشوفوا. كنت باغا نحطها قبل العيد ولاني ما كتبش، زيرت شي شويه مع الظروف، فعاد سمحت لي الوقت. كما كتشوفوا كي قلت لكم هذه الحلوه هذه كتجي غزاله رائعه رائعه في المذاق، فهي غير من الشكل ديالها راه كتبان يعني واعره. فبقوا معايا حتى الاخر الفيديو نشوفوا المقادير والطريقه. فمسابقة بغيت نشكر قناه ام ليانا اللي كتدعمني وكتبارطاجي معايا الفيديو ديالي، كنشكرها بزاف وكنتمنى لها التوفيق والاستمراريه ان شاء الله في القناه ديالها. ففي هذه الحلوه هذه غادي نحتاجوا هنايا الباط فيلو كما كتشوفوها هي، فهي موجوده في المحلات التجاريه، يعني موجوده عندي هنايا الزبده مذوبه، عندي هنا اللوز مقلي يعني سلقناه بعدا وحيدنا له القشره وقليناه هكا ياك على مهل حتى كيولي هكا ياك اللون ديالو دوغي. هنايا عندنا البيستاج حتى هو دخلناه الفران وحمرناه شي شويه باش ملي تيبرد تيولي مقرمل، يعني ما كيبقاش طري هكايا، كتولي فيه ديك القرماشه يعني لا هو لا اللوز. غادي نحتاجو كذلك لهذا القطيب هذا، ها يعني القطيب ديال الخشب ديال الشوا. صافي، مهم هادشي دابا حاليا هادشي اللي كنحتاجو. غادي نمشيو يعني دقه دقه بالمراحل، حنا كنشوفو المقادير والطريقه في نفس الوقت و حتى النهاية الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للكميه ديال اللوز والبيستاش فهي نصف كيلو. فبالنسبه للسيرو هذا غادي نوجدو حتى هو بوحديتو ابار، غادي نحتاجو فيه سنيده، غنحتاجو الماء، وغادي نحتاجو الماء الزهر، والعبار غادي يكون بالكاس يعني كاس العنبه او كاس الشاي. فثاني مرحله غادي ناخذو اللوز، غادي نوضعوه في الروبو وغادي نهرمشوه، غادي نهرمشو الكميه كلها نصف كيلو كله اللي عندنا، غادي نوضعوه وغادي نهرمشوه مزيان، ماشي غادي نطحنوه نقتلوه في خطره، وانما غادي يبقى مازال باينين لينا دوك الحبيبات ديال اللوز، يعني دوك الطريفات. حتى فاش كنكونوا كنتناولوا الحلوه ديالنا فكنحسوا باللوز وكنحسوا كذلك بالبيستاج، يعني ما كنقتلوهمش في خطره، كنخليوهم مازال باينين شويه، المهم عيننا ميزانه. كنبقاو غير كنضربوا هكايا ضربه ضربه، ما كنبقاوش كنبركوا عليه في خطره واحده باش ما نهبطوش عجينه. يعني هانتوما كتشوفوا يعني مازال باين، مازال باين الحبيبات ديالو هكا يا ها هكا كيبان احسن هكا. صافي غادي نحاولوا نكملوا الكميه اللي عندنا ديال اللوز كلها، فبالنسبه للبيستاج من بعد ما حمرناه في الفران كي قلت لكم باش يجينا مقرمل وبرد، حتى هو غادي نخدموه بنفس الطريقه اللي خدمنا بها اللوز، غادي ناخذو وغادي نهرمشو بحال اللوز، يعني خص يكون عندهم نفس القوام، ماشي نقتلوه بخطره ماشي نخليوه عاوتاني باين، المهم ما بين وبين. صافي غادي نهرمشوه وغادي نضيفوه اللوز، ولاني نصف الكميه غادي نحتفظوا بها ابار باش في النهايه ملي تنساليو الحلوه ديالنا كنزوقوا به من الفوق، يعني كندردروه من الفوق على الحلوه كنزوقوا به. فهنا ممكن نتوما الا بغيتوا تعوضوا شي بشي راه ممكن، يعني ما توفرش عندكم البيستاج بغيتوا تعوضوه بشي حاجه ممكن انكم تعوضوه بشي فاكهه جافه اخرى، غير هو البيستاج كي كتعرفوا المذاق ديالو كيبقى مميز وكيبقى كيبان
يعني النكهة ديالو كتبقى قوية وحاضرة، يعني كتبقى متميزة. لاني الا بغيتو نتوما تعوضوا شي بشي راه ممكن، يعني ماشي اوبليجي بنادم غادي يكون يعني مرهون بواحد مقادير مليون في المية. اللي بغى يعوض يعوض، وكيبقى على حسب المستطاع ديال الانسان وشنو موجود عنده في المطبخ ديالو. صافي غادي نكملو كيف قلت لكم بنفس الطريقة، غادي نهرمشوه ونضيفو اللوز ديالنا، وهنايا شي شوية حتى غير واحد الكمية قليلة، يعني ماشي بزاف باش غادي نحتفظ، واحد شوية اللي غادي نرش من الفوق وصافي. فهنايا غادي نحتاجو السيرو، يعني هنا غادي نوجدو السيرو باش غادي نسقيو الحلوة ديالنا ان شاء الله فاش طيب. المقادير ديالو غادي نحتاجو لواحد كاس ديال سنيدة، عبروا نتوما بالكاس ديال العنبة او كاس بحال هذا، المهم كاس الشاي راه باين. غادي نضيفو معاه، نزيدو له كاس ديال الماء، الكاس الاول، غنزيدو الكاس الثاني والكاس الثالث، ما غاديش نعمروه حتى الفم، ولاني غادي نضيفو غادي نكملوه بماء الزهر، بماء زهر. غادي نملؤوا الكاس وغادي نضيفوه حتى هو الكسرونه ديالنا. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم بزاف المذاق ديال الزهر يكون يعني حاضر، كديروا نصف كاس ديال الماء، نص كاس، وكتكملوا النص بالماء زهر، يعني كيبقى اختياري. يقدر تزيدوا كاع قطرات من الروح ديال الزهر حتى هي، علاش لا، حتى هي ممكن تضيفوها. المهم كيبقى كل واحد وكيفاش النكهه اللي كيفضل انها تجي في الحلويات ديالو وتكون حاضره. صافي كنبقاو نحركو هكا، يا نحركو مزيان. صافي السيرو منين كيشرب مزيان وكيبقى يدير لنا هاد الفقاعات هادو هكايا هكا كما تشوفوا، صافي كنعرفوه بلا راه طاب وراه وجد. صافي غنطفيو عليه النار. صافي دابا كنجبدو الباط فيلو ديالنا، كنفرقوها هكا، نحاولو نجبدو ورقه بورقه، كنفرقو والباقي كنغطيوه باش ما يضربوش الريح ويبس لينا. هكايا كنجبدو غير الكميه اللي غادي نخدمو هي اللي كنحطو قدامنا، والباقي كنجمعوه نغطيوه من الريح. فكنشدو هاد لاباط هادي الورقه وكندهنوها مزيان بالزبده، يعني كندهنوها مزيان لحقاش هاد الزبده في الاخر كتكرمل لينا ديك الورقه، كتكرملها مزيان. صافي من بعد ما دهناها مزيان بالزبده غناخذوا هذاك اللوز والبيستاج اللي هرمشنا، خلطناهم وغنحاولوا نرشوا هاد الباط مزيان، نعمروها هكايا ها، المهم نعمروها مزيان، نملؤوها حتى من الجوانب. صافي هكا، دابا غادي ناخدو هاد القطيب هذا كنحطوه بحال هكايا وكندورو الورقه ديالنا بحال هكايا ها هكا، وكنلويوه هكا، كنشدو مزيان غير بشويه وكنبقاو نلويو غير بشويه هكايا. علاش درنا هاد القطيب هذا؟ فاولا
التلوية كتجينا هي هذيك، كتجي مريقلة هي هذيك. ثانيا يعني فاش كنبغيو نهزو هذا الرولو هذا اللي درنا، فاش كنبغيو نهزو كتجينا الهزة ديالو سهلة باش غادي نحطوه في اللاطة. فثاني حاجة كنديرو هي اننا كنحاولو نجمعوها، يعني هذا الرولو هذا كنحاولو نجمعوه بحال هكا، هكا كنكمشوه، يعني هكا كيجي الشكل ديالها كتجي مكمشة هكايا. هكا كنزيرو هاد القطيب هذا كنزيروه درولو هكايا، كنزيروه مزيان باش كيجي فيه دوك التكامش باينين. غادي نحطوه في اللاطة هكا وكنجبدو القطيب ديالنا صافي، وكيجي هذا هو الشكل ديالها. كنديرو الرولو على حساب شحال عندنا في اللاطة في الطول ديالها او العرض. صافي هكا كنكون سالينا الكميه ديال اللوز والبيستاج اللي عندنا. هكا كيجي الستيفه ديالهم كتجي هي هذيك مع اللاطة. صافي من بعد ما سالينا لهم هاد التستيفه هذه غادي نحاولوا نقطعوا المرصويات ديالنا هكا ياها على هذا الشكل. كنبداو من الفوق وحنا هابطين، يعني كيجيونا مرصويات صغار هكا. صافي من بعد فاش كنساليو تقطع كندخلوها للفران طيب على واحد درجة الحرارة معتدلة. فصافي هكايا خرجناها من الفران وهي مازال سخونة، غادي نكبو عليها السيرو اللي وجدنا. غادي ندوزو على هاد القطيبات كلهم غنحاولو نسقيوهم، والسيرو غادي يدخل يعني يدخل في وسط هاد الحلوة هاديها كتجي معسلة. يعني الا كانت عندنا الا بردت لنا الحلوة خص يكون السيرو سخون، والا برد لنا السيرو خص الحلوة تكون سخونة، يعني ضروري واحد فيهم يكون سخون، وليني من الاحسن ومن الافضل كي نجبدو هاد الحلوة ديالنا من الفران نسقيوها مباشرة، فهي كتمص داك السيرو وكيدخلها يعني بسرعة احسن ما انها تكون باردة. صافي حتى كنكملو هاد الكمية اللي عندنا فغي نكبو، راها هي كتشرب هاد السيرو هذا ها كتشربو الكامل. صافي هكايا كما كتشوفو هاد الكمية ديال البيستاج اللي بقات لينا لشيتنا غادي نحاولو نزوقو بيها، غادي نديرو بحال هكايا وحنايا هابطين. ممكن ديروا جنجلان، ممكن ديروا لوز افيلي، ممكن ديروا قرقاع، ممكن يعني كيبقى لكم الاختيار اي فاكهه جافه دردروها هكايا من الفوق فهي كتجي زوينه وكتجي رائعه. صافي حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا حنايا منين درنا هنا البيستاج. صافي كملنا بالبيستاج. صافي ولما كتبرد كنقدموها بالصحة والراحة. صافي البنات هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما طابت وبردت مزيان وشربت ديك العسيله ديالها. كنقدموها هكايا ها على هذا الشكل هذا ها، وكنقدمها لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى انكم تجربوها. فعلا حلوه كتستحق التجربه لانها فعلا كتجي غزاله، والمذاق كيجي فيها رائع، وغير الشكل ديالها راه كيدوي عليها، يعني راه كتجي واحد الحلوه اللي رائعه تقدموها بكل افتخار للاهل ديالكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم كذلك، ونتمنى انكم تدعموني، نحتاج الدعم ديالكم باللايك ديالكم كومونتير ديالكم والمشاهدات كذلك. كنشكركم بزاف للتتبع ديالكم للفيديو حتى الاخر،
وكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم بالفعل الى كان عجبكم فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف وكنتمنى التوفيق للاخوات كاملين ونتلقاو ان شاء الله فيديو اخر.